بلادنا البحرين، بلادنا بلادنا البحرين، أم تراعينا، قلب يهيم بنا، عين تدارينا. بلادنا البحرين، أم تراعينا، قلب يهيم بنا، عين تدارينا. فاحت عروبتها عطر الرياحين، حزت برفعتها عشق المحبين. فاحت عروبتها عطر الرياحين، حزت برفعتها عشق المحبين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نرحب بكم في قرعة دور الثمانية لدورة فرجان البحرين، اللي في الحقيقة يعني أخذت الآن شهر تقريبا من بداية الدور 16، والحمد لله يعني الدور الأول انتهى بكل سلاسة وبكل الحمد لله يعني ويا بالنتائج اللي احنا سوينا الدورة علشانها. وأنا يعني فرحان إن الدورة جابت نتائج طيبة، اللي توفق ووصل لدور الثمانية مبارك له، واللي خسر الحمد لله يعني لعب وجد ما الله وفقه. وهذه الرياضة وهذه الحياة فيها فايز وفيها خسران. ونرحب بالفرق اللي وصلت دور الثمانية، والآن إن شاء الله بنبتدي القرعة. بسم الله. كريستال بالاس. فريج الجوهرة. حمد تاون. شباب سافرة. شباب جد حفص. من اللي يلعب يوم الأربعاء؟ من فريق أو فريج بن هندي، واحد منهم. هاي بصراحة قرعة فريق الوسط. شباب المحرق أنتوا؟ أنا. يلا زين. حساب الحكم. حساب الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كانت قرعة دور الثمانية لبطولة فرجان البحرين برعاية النائب جمال بو حسن. طبعا البطولة بدأت قبل شهر تقريبا ب 32 فريق، واليوم نصل إلى دور الثمانية. طبعا دور الثمانية بيكون على نادي الرفاع الرياضي يومي الخميس والجمعة بإذن الله. نتمنى للجميع التوفيق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باسم اللجنة المنظمة للبطولة نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة النائب جمال بو حسن على دعمه للبطولة، ونتمنى من الأفرقة المتأهلة لدور الثمانية كل التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكر النائب جمال بو حسن على استضافته بطولة عودة مثل هالبطولة اللي تجمع شباب البحرين من كل المحافظات. طبعا لعبنا في 4 محافظات، في الجنوبية وفي محرق وفي العاصمة وفي الشمالية، والحمد لله اليوم وصلنا لدور الثمانية بتأهل 8 فرق. أتوقع هم صاروا الأفضل على مستوى المحافظات.
كل الشكر حق النائب، ونتمنى التوفيق في هالبطولة حق جميع الفرق، وإن شاء الله البطولة هذه تستمر تجمع الشباب وتطوير البطولة هذه كل سنة، ويعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر سعادة النائب جمال بحسن برعاية البطولة فرجان البحرين الأولى واللي صارت على مستوى البحرين، اللي ضمت 4 محافظات منها المحافظات المحرق والشمالية والعاصمة والجنوبية، والحمد لله اليوم وصلنا إلى دور الثمانية وفريقنا مثل فريق الرحمة، ونتمنى التوفيق حق جميع الأفرقة الباقية ويعطيهم ألف عافية. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر سعادة النائب جمال بو حسن على استضافة البطولة، بطولة فرجان البحرين الأولى، وإن شاء الله تستمر البطولات كل سنة، إن شاء الله تشوفون فريق فريق العامر في النهائي إن شاء الله. مشكرين، يعطيكم العافية.